بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعين تيكو تيوب، أهلا بيكم في أولى حلقات برنامجي الجديد رمضان كريم. هكون معكم لمدة شهر رمضان المبارك بإذن الله. هحكي لكم في كل فيديو قصة إن شاء الله تعجبكم. طبعا أي قصة بحكيها لكم حكيها لكم بعد ما قريت ورجعت لكل المراجع. والنهاردة أول قصة حابب أحكيها لكم النهاردة قصة الصحابي الجليل سيدنا حمزة ابن عبد المطلب المعروف بأسد الله وسيد الشهداء. أولا يا جماعة، حمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو عمارة رضي الله عنه. أولا هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وغير كده هو كان أخوه في الرضاع، فقد أرضعته سويبة مولاة أبي لهب التي أرضعت الرسول. وكان سيدنا حمزة ابن عبد المطلب أكبر من الرسول بسنتين فقط. طبعا سيدنا حمزة ابن عبد المطلب قبل طبعا ما يعلن إسلامه كان طبعا المسلمين قلة، وكانوا يعني بيخافوا يعلنوا إسلامهم لأن أهل قريش بيعذبوهم وبيقابلهم يعني بأفظع العذاب وأقصى العذاب لكل اللي بيدخلوا الإسلام في الأول. فلحظة دخول حمزة الإسلام كانت لحظة قوية جدا ومؤثرة بالنسبة للمسلمين. حابب أحكي لكم عن اللحظة دي بالضبط. اللحظة دي كان مر الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج هو والمجموعة اللي معاه اللي هم أسلموا، قالوا إحنا نطلع عند الكعبة ونعرض عن الناس ونتكلم عن الإسلام. فبدأوا الناس تحدفهم بالحجارة والسباب وأهانوا، وأكتر واحد أهانهم أو أهان المسلمين أبو جهل عم الرسول، سبوا وشتموا بأسوأ الشتايم وأفظحها. النبي فضل صامت ولم يرد. ازداد أبو جهل طبعا غضب، فحمل حجر وقذف به الرسول، خبطه يعني في رأسه وسال منه الدم، وقعد يضحك بقى ويتفاخر باللي حصل. فحصل ان وصلت لسيدنا حمزة بن عبد المطلب، وكان هو بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم جدا وكان يعني في ظهره معظم الوقت، وصلوا الخبر ان اللي حصل مع الرسول الكريم. فطلع على الكعبة على طول زي ما هو بالحصان، خد الحصان وانطلق على الكعبة. كان هو دايما نسيت اقول لكم، كان يعني حمزة مشهور ان هو صياد الاسود لانه كان بيحب يطلع للصيد دايما. هو كان رجع من الصيد كعادته ومعاه الرمح بتاعه والاسلحة بتاعته والحربة بتاعته. أول ما سمع اللي حصل جري بالحصان على طول، راح قدام الكعبة وقام بدون تردد خد القوس بتاعه رفعه وضرب أبو جهل على رأسه ضربة قوية يعني خليته داخ وسال منه الدم وقع على الأرض، وقال له لو تقدر ردها عليا، يعني ردها، يعني الضربة اللي ضربتها لك ردها. ما قدرش طبعا يرد، خاف منه. أما قايل لهم كلهم يا سادة قريش، يا أهل قريش، لو فيكم حد يقدر يردها يردها. وفي الآخر قام قايل أنا مسلم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وقام قايل أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول، ردها إلي إذا استطعت. طبعا ما حدش قدر. وطبعا الموقف ده كان من أقوى المواقف القوية اللي خلت المسلمين يحسوا بالأمان، وفي نفس هي الموقف ده وموقف إسلام سيدنا عمر بن الخطاب كانوا من أفضل المواقف اللي يعني قوت المسلمين وخلتهم يعني
ما يخافوش ان هم يزوروا اسلامهم. طبعا سيدنا حمزة بن عبد المطلب بعد الهجرة دخل في اكتر من غزوة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان هو قوي جدا، وكان يعتبر من افضل الصحابيين في القتال. يعني دخل على اكتر من الناس اللي هي مشهورة بالجبروت والقوة، وخلص عليهم بسرعة في غزوة بدر، وظهرت بسالته في غزوة بدر. للأسف بقى بدأت الناس تعمل مخططات، عاوزين يقتلوه، عاوزين يتأمروا عليه. هحكي لكم دلوقتي قصة استشهاد الصحابي الجليل. طبعا كان زعماء قريش في غزوة أحد يهدفون الهدف بتاعهم لقتل رجلين اثنين، ألا وهما الرسول صلى الله عليه وسلم وحمزة بن عبد المطلب. بدأوا يتأمروا ويخططون لكيفية قتلهم، حتى إنهم قبل الانطلاق إلى المعركة اختاروا شخص وكلوه بقتل حمزة، وهو عبد حبشي اسمه وحشي. وكان العبد ده مشهور وماهر في رماية الحرب، ووعدوه إن هو هيبقى حر إذا أنجز المهمة بتاعته، إن هو يقتل حمزة بن عبد المطلب. ودفعته أكتر إلى الموضوع هند بنت عتبة، زادت في تحريضه لأنها كانت فقدت في معركة بدر أبوها وأخوها وعمها وابنها. فطبعا كان وصل لها إن حمزة بن عبد المطلب اللي قتلهم كلهم، فاستمرت بقى إن هي يعني تزيد في تحريض وحشي إن هو يقتله. وعدته بمجوهرات ومكافآت كتير إذا استطاع أن يفعل أن يقتل سيدنا حمزة بن عبد المطلب. فأثناء غزوة أحد كان حمزة على عادته من الشجاعة والبسالة يقاتل الرجال فيقتلهم ويضرب على اليمين والشمال داخل المعركة كالعادة باليمين والشمال، وعمال يقتل فيهم ومنتصر ومنتصرين وكله كويس في المعركة. للأسف وحشي كان واقف بيراقبه من بعيد، وكان مستني الفرصة المناسبة يكون ظهر قدامه عشان يقتله. وأول ما ظهرت الفرصة قدامه حدف الرمح بتاعه، فدخلت في بطنه وخرجت يعني من تحت بطنه بين قدميه. ومع ذلك نهض حمزة، يعني كان السهم داخل فيه نهض، وحاول ان هو يلحق بوحشي وما قدرش للأسف، ومات شهيدا رضي الله عنه. وكان هي دي لحظة استشهاد سيدنا حمزة ابن عبد المطلب. لو استمعتوا للفيديو الاخره، شكرا لحسن استماعكم، واتمنى اكون قدرت اوصل لكم المعلومة. انا اسف اني لغتي العربية مش 100%. ان شاء الله الفيديو الجاي احاول اضبطها اكتر. لو عندكم اي تعليقات اكتبوا لي في الكومنت. عاوزين تسمعوا قصة مين القصة الجاية؟ وشكرا ليكم، ورمضان كريم.